قبيلة تجيني تريتي اللي كان تابع الأمن الوطني وتابع حركة الإخوان والحمد لله هذا فخر لنا الكل. دخل للحبس عام 87 ومن بعد خرجوه كالعفو العام هذاك 89 ومن بعد دخلوه عاودوا دخلوه للحبس عام 90 حكموا عليه 5 سنوات عذبونا برشا ديما في الدار خلعان بيبان الحجاب ممنوع الحمد لله نحن تحجبنا يعني مبكر عذبونا عذاب شديد ماما مسكنا مشقة ولات يعني اخر حل انا هي ولات تبيع في السوق نوصلوا نبطلوا القراية ونمشيوا نبيعوا معاها في السوق عذبنا والحمد لله الحمد لله هذا كله لاجل الله. ومن بعد كي خرج من الحبس فرحنا قلنا هو ولا يعني ولا بو هذا اللي يحمينا ما عادش حتى واحد يكلمنا فرحانين والحمد لله بعد ولدي ما يمشي صح في أريانا وفي تبربة يعني في كل في أغلب برسك الولايات ومن بعد في آخر سبحان الله فرحوه قالوا له هذا آخر نهار صحح فيه فرحان بابا يعني الحمد لله ما اكتملتش الفرحة ضربوه ب يعني بسيني يعني شاحنة تاع نقل كبير وحتى في المحضر كي المحامي كي شاف قال فما خور قال كيفاش هذه ضربوه ب 20 متر مسافة والكاميونة تمشي في 40 كيلومتر كيفاش جات هذه يعني قال فما خلل في حكاية المحضر وبعديك حبينا عملنا طالبنا بالقضية ملو قالوا لنا حكمنا لكم 6 ملايين وبعديك عملت استئناف المحكمة وقالوا لنا لا بكم ظالم وتعدى الإشارة الحمراء يعني حتى ظالم ولا مش مظلوم سبحان الله يعني على الأقل فما حق ما عطوناش حقنا وفي نفس الوقت عذبونا بالقدي بالقدي خويا يزوه للمنطقة وأنا يزوني للمنطقة وأختي الكبيرة أختي كبيرة حسيلوا كلنا أنتم ما بنتي جاني ديما كنا ما حاضر صدقني حتى في الجامعة نقرأ في جامعة قرطاج درمش بحضر الرئاسة حسيلوا رينا الويل والحمد لله واحدة هذه بنت تيجاني يعني الحمد لله هو تيجي معروف والناس كليك يعرفوه الحمد لله مشيت الدكتور منصب بالسنة وشكون ما يعرفوش الدكتور منصب بالسنة قلت له راهو بابا تيجاني دريدي قال لي هذاك بوكتي قال لي هذاك عز الحمد لله الإخوان قال لي هذاك الراجل متواضع أنا نفرح نفتخر صدقني واحد يبدأ قويد ولا يجيني يقول لي بوك فخر وتخزر كيفاش شهادة يعني من سبحان الله يعني من واحد حول قوت بالله ويشهد انه بابا يعني الحمد لله يعني عامل الخير والحمد لله نحن الحمد لله بشهيدنا تعبنا شوية تعذبنا اما الحمد لله بشهيدنا واخر حاجة نقولها من اعتز بغير الله ذل وآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نحن تقينا الله في حجابنا مما تقت الله الكل الحمد لله هكا ربي نصرنا والحمد لله كنا حد معنا تبيع ماما مسكنا كي صدقني انا صغيرة والعائلة متاع امي يعني الحمد لله يعني ميسورة الحال اما بلي يعني اخوالي بلسك هما اللي تلهوا بينا كل شيء اما السوق يعني الخدمة مهنة السوق هذيك هي الحمد لله وكلتنا والحمد لله صحاب بابا كل خايفين يعني ما باش تجي تقول له السلام يقول لك السلام وتعدى خايف تصور في الجنازة متاع بابا وقت اللي جاوا يسلموا عليهم الكل عملوا محضر خايفين الكل الحمد لله شكون عاونا يعني عائلة ماما ما يسرت الحال اما الكل خايفين يقول لك باش امك كيفاش مرضت امي عندها الدم والسكر من كثر الدم كل جمعه يتعداه نحن نلقاو كهرباء تتعدى في الحومه نقولوا لها ماما هاو الحاك لازم يعني صي ولو اردنا عدنا بالعمل يعني توتر واحد مريض نفسيته ولات صي مريضه تعدى دق الباب شنيا نسالوا عليكم شنو هي تعملوا فين تقراوا تخدموا ولا لا حاسين ولازم يعني امي صيه ما عادش فاهم منهم توا وليت الدوخ وليت ديما داخل مسيك الحمد لله الحمد لله والله اني تعرف وليت كل كهرباء قبل ما يطيح الزين كل كهرباء تعاد مقدم الدار كون حتى طيب نتفجع نقول هو مش يدخل بيت او شي يدخل يسكش هو يعني اخر مره ولدي قدر مره يمشي يقول له ولدي راي امي مريضه راي امي عندها سكر والدم والدوخ ابعدوا عن امي حاجتكم بي هزوني يعني امي معاش كلمه جيوني للسوق ولدي كبير ولدي كون يخدم معاش كون يخدم شكون دبر له الخدمه تصور
لا حول ولا قوة إلا بالله. المرض الثاني قلت لك تو وليت ندوخ، داويت داويت داويت، قال لي هذاك ما دام السكر. وليت السكر نشرب في 6 حراب في النهار، الدم نشرب 6 حراب في النهار. ما قلت لك البارح أنا أصلا وليت حتى الماكل ما عادش نجم ناكل، وليت ماذا بيا إلا ناكل ونرد.